مرحبا شباب، كيف حالكم؟ فيديو قصير اليوم سوف أشارك معكم طريقة جميلة جدا لتحويل الصورة في شاشة القفل من صورة واقفة على هذا الشكل إلى فيديو. الفيديو ممكن تكون مدته المدة التي تريد، سواء دقيقة دقيقتين حتى 3 دقائق وأكثر، لا مشكل، يمكنك أن تحصل على ذلك. وبدون أن نطيل في الكلام إخوتي، نمر مباشرة إلى الشرح. يمكنك أن تذهب وتحصل على الفيديو الذي تريد، سواء من يوتيوب أو فيسبوك أو فيديو عندك مسجل من كاميرا آيفونك، لا مشكل، جميع الفيديوهات تعمل. أنا سوف أقوم بإحضار هذا الفيديو، هو فيديو من يوتيوب خاص بأفضل 10 أهداف كرة قدم، فقط لأتجربه. أنتم ممكن تستعملوا أي فيديو آخر سأقوم بتنزيله، طبعا أنت يمكنك تنزيله بأي طريقة. سأقوم بنسخ الفيديو، سأقوم بتنزيله بواسطة تطبيق برايفت، المتصفح برايفت. طبعا لمن يريد هذا المتصفح سأتركه لكم، أيضا جميع الروابط التي سأشرح في هذا الفيديو سأتركه لكم تحت الفيديو. سأقوم بنسخ الرابط داخل متصفح برايفت، وكما تشاهدون مباشرة بعدما تقوم بنسخ الرابط يعطيك خاصية الداونلود للتحميل، تضغط على داونلود وسيبدأ التحميل من هنا. كما تشاهدون جاري التحميل مباشرة بعد انتهاء التحميل. طبعا تذهب على فولدرز من هنا في الأسفل، تضغط عليها تجد الفيديو، تضغط على النقاط الثلاثة، ثم تضغط على Open In، ثم تقوم بحفظه بالضغط على سيف فيديو طبعا، وسوف تجده في المكتبة، تعطيها الوثوق ليدخل المكتبة. والآن سأقوم بقفله. لو تذهب على المكتبة سوف تجد الفيديو من هنا عندك، كما تشاهدون الفيديو في 3 دقائق. التطبيق الذي سنستعمله في هذه الطريقة إخوتي هو هذا التطبيق، طبعا سأترك لكم رابطه أيضا تحت الفيديو. لما تدخل عليه سوف يعطيك مباشرة أن تختار الفيديو. كما تشاهدون الفيديو عندي من هنا، كما تشاهدون هذا هو آخر فيديو، سأضغط عليه ثم تضغط على أوكي. شيء مهم جدا في هذه الصفحة هو أنه يجب أن تذهب على Option من هنا، ثم تقوم بتفعيل هذه الخاصية Remove Sound لكي يتم حذف الصوت من الفيديو، ثم تضغط على كلوز. هنا في الأسفل يمكنك أن تقوم بعمل كروب للفيديو إذا أردت أن تنقص منه شيء في البداية أو في النهاية. سأقوم بنقصان فقط تلك الكتابة على هذا الشكل، ثم هنا في النهاية أيضا يمكنك أن تنقص أي شيء تريده أو تترك الفيديو بكامله. ثم هنا يمكنك أن تستعمل هذه الخاصية، كما تشاهدون هذا الزر من هنا، تختار الصورة التي ستكون كافر أو واجهة للفيديو في الأول قبل ما تبدأ الفيديو. سأتركه على هذا الشكل على سبيل المثال، ومن ثم تضغط على علامة الكونفرت الموجودة هنا في الأعلى. طبعا سيظهر لك بعض الإعلانات أثناء عملية الكونفرت، لا مشكل، تخرج منها بهذه الطريقة سهلة جدا. ثم ستبدأ عملية الكونفرت على هذا الشكل، نعطيها فقط بضع ثواني. كما تشاهدون العملية لا تأخذ وقت طويل، بهذه البساطة إخوتي سوف تنتهي. ثم سوف يعطيك إعلان ثاني، شيء طبيعي جدا، تقوم بالخروج منه بنفس الطريقة على هذا الشكل، ثم تضغط على العلامة ثم تضغط على أوكي. الآن لو نذهب على المكتبة من جديد سوف نجد أنه تم حفظ لك الفيديو بطريقة جديدة، تكون الفيديو على هذا الشكل، على شكل لايف كما تشاهدون من هنا لايف. الآن كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة شير، ومن ثم أن تقوم بتسطيبها على شكل خلفية شاشة القفل. كما تشاهدون من هنا نضغط هذا الزر الخاص بالتسطيب، ثم من هنا يمكنك أن تقوم بتحريكها، تختار المكان الذي تريده. سأختار على سبيل المثال هذا المكان، ثم نضغط على Set من هنا، ثم تقوم بتسطيبها على واجهة القفل Lock Screen. ممكن تتأخر بعض الشيء، ستبقى على هذه الصفحة لبعض الوقت لأن الفيديو طويل. والآن لو نذهب على شاشة القفل كما تشاهدون إخوتي سوف نجدها على هذا الشكل، يمكنك أن تضغط إليها وستبقى شغالة كما تشاهدون المدة بكاملة، يعني حتى أنا اخترت هذه الفيديو فيها 3 دقائق ستبقى شغالة لمدة 3 دقائق. طبعا ضروري أن تقوم بالضغط من هنا لأنه نستعمل خاصية اللايف، طبعا شيء طبيعي. تبقى ضاغط على هذا الشكل وسيتم تشغيل الفيديو بكاملها على هذا الشكل في شاشة القفل. لما تطلق سوف ترجع على هذه الصورة، وكل مرة تضغط من جديد سوف يتم تشغيل الفيديو من الأول للآخر على هذا الشكل. يمكنك أن تختار أي فيديو طبعا، جميعها تشتغل بهذه الطريقة. أتمنى تعجبكم الفكرة، لا تنسوا لايك كالعادة لتشجيع، وإذا عندك آيفون وتزورنا لأول مرة لا تنسى الانضمام للعائلة وتفعيل الجرس، دائما ما ستحب الشروحات. نلتقي غدا في درس جديد، سلام.